عرفنا ندافع بالطريقه دي، فاحنا احسن فريق دافع في البطوله طيب. لحد دلوقتي. حمدي فتحي نزل التمرين خد جزء منه، لو جاهز يبدا حمدي فتحي في المباراه، ولا الحاله البدنيه ممكن تخليك تفكر في حد تاني، ولو حد تاني يبقى مين؟ هو حمدي فتحي طريقه اداؤه وشكل اداؤه لازم يكون جاهز بدنيا 100% علشان يقدر يديك، لان حمدي فتحي ده، وانا برضو عندي قناعه كده ان حمدي فتحي ده لو في حالته ولو استنسخنا منه كمان واحد ولا اتنين، ده هيكون السبب ان محمد صلاح ياخد بالون دور. ايه العلاقه؟ العلاقه ان اللي ناقص محمد صلاح ياخد بالون دور هو الفوز بلقب. واذا عندنا ثلاثه حمدي فتحي في منتخب مصر زي ما شفنا في الحالات اللي فاتت ضغط، وفي الحالات اللي جايه هنقدر نفوز بكاس الامم الافريقيه، ولو فزنا بكاس الامم الافريقيه محمد صلاح هياخد بالون دور السنه دي. فبالتالي وجود حمدي فتحي بهذا، لو محمد صلاح خد كاس الامم الافريقيه دي هيفوز بالبالون دور. بالون دور السنه الجايه؟ ان شاء الله. طب وكاس العالم ده مش معانا؟ لا مش هيبقى معانا، لان انا متخيل ان مفيش لاعب هيعمل كل حاجه السنه دي، يعني ما اعتقدش ان لاعب هيفضل محافظ على فورمه في دوري الابطال وفي الدوري المحلي وفي كاس العالم تخليه يفوز ببالون دور بفورمه تتعدى اللي فيها محمد صلاح دلوقتي. انا طبعا بفترض ان محمد صلاح هيكمل الموسم للنهايه مع ليفربول بنفس الفورمه دي بنفس الحاله دي. ثانيه واحده بس، انت راجل صوت مصر في الفيفا، الفيفا اللي هي كاس العالم، هل كاس العالم ساعتها خدته البرازيل مش هيبقى نيمار اقرب لبالون دور حتى لو ما خدش حاجه مع باريس سان جيرمان مثلا؟ مش بالضروره، لان احنا بنبني على موسم كامل. طبعا الكاس العالم، احنا مثلا كاس الامم الاوروبيه اليورو، كلنا قلنا ان الفايز باليورو هو اللي هياخد جائزه الفيفا وجائزه البالون دور. مين اللي خد البالون دور ومين اللي خد الفيفا؟ اللي خد البالون دور ميسي، اللي خد كوبا امريكا في السنه اللي فيها اليورو، واليورو عالميا طبعا مش راس براس مع كاس العالم، بس ممكن تبقى تحتها خطوه، بس تظل صاحبه الصخب وصاحبه يعني التغطيه والاهميه الكبرى. واللي فاز بجائزه الفيفا هو ليفاندوفسكي، اللي خرج مع بولندا من اليورو ولا خد شامبيونز ليج. بس جيت برجليك، لو ميسي خد كاس عالم مش هياخد احسن لعيب في العالم؟ ميسي يظل حاله مختلفه شويه، لان ميسي مسوق له اعلاميا بشكل لا يمكن التصدي ليه. فخلينا نحط ميسي في ميسي الوحيد اللي ممكن يكسر هذه القاعده، يعني ميسي الوحيد اللي لو خد كاس عالم وانت مغمض هياخد بالون دور. يعني لو صلاح خد كاس الامم ما تشجعش الارجنتين، وميسي ما خدش كاس العالم، انت بتضمن ان صلاح هياخد البالون دور السنه الجايه؟ بنسبه 80 90% ان شاء الله هيكون هو صاحب جائزه الفيفا وجائزه البالون دور. طيب وهنفتكر وهفكرك بعد ورانا ايه؟ بعد كاس انا قاعد لك هنا وفي الراديو، يعني ما وراناش حاجه. هل عندك اقوال اخرى عند المنتخب؟